ولكن للحديث أكثر عن إغلاق سوق الأسهم السعودي نرحب بضيفنا هاتفيا المحلل في الأسواق المالية الأستاذ فيصل عليان. أستاذ فيصل أهلا بك. أستاذ فيصل، خلال تداولات الجلسة السوق نجح في الإغلاق في المنطقة الخضراء، اليوم وصلنا إلى القمة السابقة التي وصلنا إليها الأسبوع الماضي، كيف تنظر إلى أداء السوق والمحفزات اليوم التي دفعت المؤشر لهذه الارتفاعات الجيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لو تكلمنا عن اتجاه السوق السعودي، لاحظنا عملية ارتفاعات خلال شهر يناير، وكان ذلك مدعوم بعدة قطاعات ومن إعلانات الأرباح. لو قسنا ارتفاع الأرباح بالنسبة للسوق السعودي، كان الارتفاع خلال شهر يناير بما يقارب 10% كارتفاع مجمل تعاملات المؤشر. مقابل ذلك أيضا اللي هو القطاع المصارف، أصبح ارتفاع نمو الأرباح لديه 13%، وهذا أمر جيد وصحي بالنسبة للسوق ومحفز لارتفاعات السوق وانخفاض مكرر الربحية بالنسبة للسوق. أيضا لو لاحظنا في خلال شهر يناير من ضمن المحفزات اللي وهو تسجيل الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، سجل أعلى مستويات على الإطلاق خلال شهر يناير عند 4 مليار أو يزيد عن 4 مليار قليلا، وهذا استثمار أجنبي. واللي دفع الاستثمار الأجنبي أكثر وأكثر اللي هو الانضمام إلى المؤشرات العالمية، نعم، اللي تنضمت لها السوق السعودي وسوف تنضم إلى المؤشر في منتصف العام هذا، يعني أدى اطمئن الاستثمار الأجنبي وأدى تعرفه أكثر وجذب سيولة أكثر بالنسبة للسوق السعودي. مجمل حديثك هنا أستاذ فيصل أنه خلال الفترة القادمة سوف نشهد مستويات أعلى بالنسبة للسيولة. اليوم أغلقنا عند 3 مليارات 100 مليون ريال، تجاوزناها بقليل. معنى حديثك مع التحسن بالنسبة للسوق سوف نشهد أداء ودخول سيولة أفضل من الذي نشهده حاليا، صحيح؟ نعم صحيح. يعني في نهاية العام الماضي لاحظنا السيولة تتكون ما بين 2 إلى 2.5 مليار تقريبا، لكن مع بداية العام الجديد تجاوز 8000 مع المحفزات والاطمئنان أكثر للسوق مع نمو النتائج الحاصل، لاحظنا تدفقات السيولة وزيادة السيولة من 3 مليار إلى 4 مليار في الجلسة الواحدة. وعكس ذلك في النزول أو في جن الأرباح نلاحظ قلة في السيولة لا تتجاوز 2 مليار. نعم. فهذا يعطي ثقة في عدم عمليات مبيعات وهناك رغبة للاستثمار في داخل السوق السعودي. دعنا نتحدث عن أكثر من نقطة حدثت اليوم بالنسبة إلى السوق. دعنا نتحدث بداية عن التحركات والارتفاعات الجيدة التي شهدناها بالنسبة للشركات المصرفية منذ بداية التداولات، والتي شهدناها منذ المنتصف بشكل واضح واستمرت حتى النهاية. هذه الارتفاعات الملحوظة بالنسبة للقطاع المصرفي هنا دعمت أداء المؤشر بكل تأكيد، ولكن هنا ما الإشارات التي تعطي المتداولين هذه الإيجابية بالنسبة للقطاع المصرفي؟ بالنسبة للقطاع المصرفي أعطى إشارات إيجابية، أولا منها زيادة الفائدة الأمريكية المصرفية في الأمريكية في العام الماضي، ومع ذلك نمو في الأرباح، مما أدى إلى ثقة المستثمر في البنوك، خصوصا أن أسعارها ما زالت تعتبر في قاع أو أسعارها تقريبا قليلة. مقابل ذلك اللي هو ارتفاع دخل العمليات في تراجع مخصصات مع تراجع مخصصات الائتمان، ادى الى ثقه المستثمر، ادى الى نمو النتائج، ادى الى جاذبيه للاموال الاستثماريه في دخول هذا القطاع بحكم انه قطاع قوي. ولو لاحظنا من قوه القطاع ايضا يعني بدات اعلان اندماجات بين كيانات كبرى، وليس لتفادي الخسائر وانما لاعلان راس مال كبير يواكب التطور الاقتصادي لتمويل المشاريع الكبرى القادمه للمملكه العربيه السعوديه. نعم. اليوم في منتصف التداولات كان هناك تقريبا تحرك شبه جماعي لشركات الاسمنت بشكل واضح، شاهدنا معظم شركات الاسمنت الكبرى كانت تتحرك بإيجابية وترتفع بشكل جيد. ما الأسباب التي أدت اليوم تحديدا إلى هذه التحركات؟ الشركات ضمن الاسمنت تتحرك، شركات الاسمنت تتحدث منذ تقريبا نهاية 2018، ولكن كنا نلاحظ تحركات لبعض الشركات، اليوم شاهدنا تقريبا تحرك جماعي لشركات الاسمنت. القطاع الاسمنتي لو لاحظنا ان في العام الماضي عام 2018 كان أسوأ عام بالنسبه لاداء القطاع الاسمنتي، هذا كان ملحوظ. نعم نعم، والسبب اللي هو الركود الاقتصادي في المملكه، وخصوصا يعني قله الطلب مع ارتفاع المنافسه فيما بين الشركات الاسمنتيه ادى الى ضعف المبيعات ومنها من حقق خسائر. الان مع بدايه 2019 لاحظنا اعلان بدايه المشاريع والشروع في المشاريع الاقتصادية الكبرى المملكة العربية السعودية، مما أعطى دافع إلى توقع زيادة الانتاج وسحب الطلب على الشركات الإسمنتية مستقبلا، ومنها راح تحقق أرباح عالية للمستثمر. نعم، هل تتوقع أيضا أن يستمر القطاع بهذا التحرك طوال عام 2019؟ نعم، مع بداية 2019 تقريبا راح يكون دخول موجة صاعدة للقطاع الإسمنتي، ويكون يعني مراكز استثمارية للمستثمرين مستقبلا، مقابل ذلك القطاع البنكي وبعض القطاعات مثل المواد الأساسية. نعم. وقطاع البتروكيميكال.
بكل تأكيد النفط تحسن وشاهدنا استقرار في الأسعار في بعض الجلسات. نعم هناك حالة من التراجعات، ولكن لعدة جلسات متتالية نلاحظ أن هناك استقرار وثبات عند نطاقات سعرية معينة بالنسبة إلى النفط. أيضا كان هناك ارتفاعات جيدة لبعض الشركات ضمن البتروكيماوية. دعنا نتحدث، هذا الثبات والاستقرار بالنسبة إلى النفط إلى أي مدى سوف يساعد قطاع المواد الأساسية، الشركات التي تعتمد على النفط أو مشتقات النفط وغيرها، على نتائج إيجابية خلال الربع الأول؟ طبعا لو تحدثنا عن النفط، يعني المستويات العالية والمستويات تكون في عام 2019 ما بين منطقة 60 إلى منطقة 80، ولاحظنا مع وصول البترول الى التسارع الى هدف 86 سابقا مع نهايه العام الماضي، كان ذلك بسبب فرض العقوبات على دوله ايران، مما ادى الى تسارع وصعود البترول بشكل متسارع الى مستوى 86. مع اعلان استثناءات بعض الدول وبعض الشركات في ايران، لاحظنا هبوط البترول الى مستويات 60 او 58 تقريبا. الان مع الاوضاع المتوتره السياسيه في فنزويلا، نلاحظ عمليات تذبذب النفط بعمليه ارتفاع بسبب التخوف من قلة الإنتاج. فمع هذا راح يكون تأثير على المواد الأساسية، على قطاع البتروكيميكال تقريبا راح يكون تأثيره إيجابي، خصوصا أن قطاع البتروكيميكال بدأ يتحول اللي هو التحويل الصناعي إلى إنتاج منتجات من النفط. نعم. واعتماد على انطاقات أخرى في الإنتاج. واضح. حتى أختم الحديث معك بشكل سريع ومختصر أستاذ فيصل، اليوم 8623 نقطة، المؤشر يستهدف أي المستويات؟ المؤشر يستهدف تقريبا مستويات 8800 كمنطقة يكون من عندها جني أرباح، ولكن عموما المؤشر العام دخل بموجة صعود بعد تجاوز 8000 إلى مستوى 8800، ومنها جني أرباح ومنها العودة لاختراق قمة جديدة بإذن الله. بإذن الله. الأستاذ فيصل علوان المحلل في الأسواق المالية العليان إذن ضيفنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.